حملات التسقيف ما بتجيب حقوق، هو الأشخاص هن أولى من غيرهم أنه يتم تأمين الإطار القانوني الحماية لإلهم لنأمن لهم استدامة وثبات بالوظيفة وأمان وظيفة. 43% بلغت نسبة البطالة في لبنان بعد تعرض سوق العمل لسلسلة من الصدمات أهمها جائحة كورونا وانهيار القطاع المالي. استغلال كنا بلشنا نشوفه نحن بالنصف الثاني من 2019 مع بدء انهيار الليرة اللبنانية، اللي استفاد من هذا الوضع عدد كبير من أصحاب العمل ليصرفوا عدد هائل من العمال. بأواخر 2019 كان وصل هذا العدد لل 160 ألف بحسب بعض الإحصاءات. اقتصاد الوظائف المؤقتة أو ما يعرف باقتصاد الجيج شكل وجهة قابلة للحياة للقوى العاملة، وتوسعت منصات مثل توترز وزوماتو لتسهيل الوصول إلى السوق والإيرادات. اقتصاد الأعمال الحرة أو الجيج إيكونومي بالإنجليزي هو سوق عمل بيعتمد على علاقات تعاقدية قصيرة المدى بيتمتع فيها العمل الحر على استقلالية، أي بيقدر ينقي أي ساعة يشتغل ومكان الشغل. شكل من أشكال هذا الاقتصاد هو المعروف بالاقتصاد المنصات الإلكترونية، وهو عبارة عن وجود منصة مثل التطبيق اللي مننزله على التليفون بيلعب دور صلة وصل بين زبون وبين شخص بيقدم خدمة. عمال التوصيل القائم على المنصات كانوا مستبعدين من إجراءات الإغلاق المتعمدة خلال جائحة كورونا التي كشفت أن أنظمة الحماية الاجتماعية مجزأة وتستبعد العاملين والعاملات في القطاع الحر. خيلة شو الطاسة؟ ما خلص فلتاني فلتاني. وقت نحكي عن الأشخاص لهني عندهم وظائف ما بتتسم بالأمان، يعني ما بتتسم بالأمان الوظيفة الترافاي بريكير، هن عملياً هول الأشخاص اللي كانوا بالصفوف الأمامية وقت الكورونا. مين هن هول الأشخاص؟ هن الأشخاص اللي اشتغلوا ديليفري، هن الأشخاص اللي اشتغلوا بالسوبر ماركت، هن الأشخاص اللي كانوا عم يشتغلوا توصيل ومواصلات. علاقة التبعية هي الشيء اللي العنصر الأساسي اللي بيخولنا إنه نقول إذا العقد اللي عم نتعامل معه هو عقد عمل حر أو عقد عمل، يعني إنه الشخص بيكون عنده صفة أجير، يعني بيخضع لأحكام قانون العمل. فوقتها نفوت على العقود تبع هذه المنصات منشوف أن الشروط المفروضة على المشتركين فيها هي شروط عقد عمل تقليدي. تداعيات هذه الإشكالية أنه هذه الفئة من العمال ما بتستفيد من الضمان الاجتماعي لأن الشركات اللي بتشتغل معهم ما بتسجنهم، كما أنه ما بتستفيد من أي شبكة أمان بالبلد لأنه ما بتستوفي الشروط اللازمة، وبالتالي هذه الفئة من العمال بتوقع بما يسمى الوسط المفقود. مقومات كثيرة لابد من توافرها لتأمين الحماية الاجتماعية، أهمها المرفق القضائي ووجود آلية للوصول إلى العدالة. بالواقع اليوم نصطدم بأمرين أساسيين، أولاً تعطيل مؤسسات الدولة عموماً بسبب الانهيار المالي والمؤسسات اللي عم تشهده البلاد، وبالتالي ضرورة إعادة وضع الثقة والأموال لإعادة إحياء العمل الفعال لمؤسسات الدولة، ولاسيما أنه انهيار الليرة كمان أدى إلى شل كل هذه المؤسسات وعملها وإلى شل فعاليتها لاسيما بالنسبة للضمان. مبادرة سياسات الغد أعدت موجز سياسة عن وضع هؤلاء العمال، أوصت فيه تضافر الجهود لوضع إطار شامل للحماية الاجتماعية يبدأ بأرضية تضمن سبل عيش وكرامة المجتمعات الضعيفة لاسيما خلال الأزمات. إعادة النظر في قانون العمل اللبناني لضمان حقوق العمال ضمن تصنيف حديث لحالات العمل، منح العمال الحق في العمل الجماعي والتفاوض لموازنة ديناميكية القوى مع توظيف الشركات.